أعزائي جميع متابعي موقع الخلاصة، مستمرين معكم في متابعتنا للقضية التي هزت الرأي العام في مصر كلها، جريمة تل شبور. تفضل. قضية رقم 1453 طرح أول لسنة 2022، المتهم فيها سامر درغام دياشة بقتل المبني عليها سلمى عثمان عبد الواحد. تفضل السيد وكيل النائب العام. بسم الله العدل، بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. سيد الرئيس، اعضاء المحكمة الموقرة، لقد جئناكم اليوم بواقعة قتل فيها الناس جميعا بغير حق، حتى انها من فرط بشاعتها لا يمكن للعقل السوي ان يتصور حدوثها. جريمة قتل جرت احداثها على مرأى ومسمع من الناس جميعا. القتل فيها فظيع والموت فيها سريع. لقد جئناكم اليوم ممثلين عن المجتمع المصري بأسره، وهم ما يزيد عن 100 مليون مواطن أو ما يزيد، بل لا أبالغ إن قلت 100 مليون مترافع، مطالبين بالقصاص العادل لتشفى صدور قوم مؤمنين. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.